القلب، والذكر يضعف الشيطان ويرضي الرحمن، وتحترز وتتحصن بالذكر من الشيطان. ثالثا باختصار شديد، قراءة سورة البقرة. الله أكبر، قراءة سورة البقرة. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. يا الله، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر ويجري من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يا ترى آخر مرة قرأت سورة البقرة في بيتك إمتى؟ من رمضان الماضي؟ يا ترى فتحت القرآن من بعد رمضان؟ سورة البقرة، ما تقوليش ما أنا فاتح إذاعة القرآن، جميل على رأسي وعيني، لكن أنا بقول لحضرتك سورة البقرة، اقرأ سورة البقرة في بيتك، اقرأها يا أخي إن لم تستطع، وذلك أضعف الإيمان عن طريق الكاسيت أو التسجيل. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم: خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة ما يقدروش على سورة البقرة. القلب الذي يحمل سورة البقرة والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة بيت بفضل الله محفوظ، بيت بفضل الله محفوظ بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، طب سورة البقرة دي طويلة أوي يا الشيخ محمد، ما تخفف علينا شوية، اقرأوا آية الكرسي، آية واحدة في سورة البقرة، أعظم آية في القرآن الكريم كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. اقرأوا آية الكرسي، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي من الليل لا يزال من الله عليه حافظ، لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، ومن قرأها صباحا لا يزال عليه من الله حافظ حتى يمسي. فقرأوا آية الكرسي. والحديث رواه الإمام البخاري تعليقا من حديث أبي هريرة، وهو حديث طويل وقد ذكرته قبل ذلك أيضا. من قرأ آية الكرسي حفظه الرب العلي، من قرأها ليلا تولاه الله عز وجل بالحفظ طوال نهاره، ومن قرأها صباحا تولاه الله تبارك وتعالى بالحفظ طوال يومه وليله. فاقرأوا آية الكرسي صباحا ومساء. خامسا، قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وأرجو أن نواظب على كل هذه الحروس والحصون. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ، الحديث في البخاري والحديث ابن مسعود، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء. من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. اقرأوا هاتين الآيتين الكريمتين من أواخر سورة البقرة. سادسا، قراءة المعوذات، قراءة المعوذات. ففي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه هكذا، جمع كفيه هكذا، ثم نفث فيهما، نفث وقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ وينفث. والنفث غير التفلي، النفث هواء يخرج من الفم بلا تفل ولا ماء، ينفث في كفيه بالمعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، يمسح ما استطاع وما طال من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هل نلتزم بهذا الأدب النبوي؟ أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بهذا.
وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. أيضا هناك حرز جميل ربما لا يعرفه كثير من الناس. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك